طبعا في مخيم الصقارين، التقينا مع ابو فهد اللي هو يعتبر صقار. هذا يعني رايك ومشورك للواحد اللي بيقتني صقر، وش الاشياء اللي تهم الصقار؟ من ناحيه الصقار القنص ولا تهم من ناحيه التربيه، ومن ناحيه مثل الصقر الطيب، ومن ناحيه كذا يعني. والله نوعين، الحر الاصيل والشاهين الاصيل. اي نعم. هذا اللي هم اللي يعني كثير نقله الصقارين. لكن والاهتمام طال عمرك بتربيه الصقر وش هو؟ كل رغبته، في ناس تبي جيل. اي نعم. في ناس تبي الشاهين، وفي ناس تبي الحر الاصيل. لا بختلف. انا قصدي طال عمرك بتغذيته مثل كذا مكانه. التغذيه وجبات، له وجبات في ايام الشتاء. اي نعم. له وجبه واحده بس. يعني ايام الشتاء ما يعطى له وجبه واحده. وجبه واحده لاجل المحد. والصيف؟ سام؟ بالصيف؟ بالصيف يعطى وجبتين الصباح والمساء. لانه وقت مقيض للصقر. اي نعم. وقت مقيض ما يطلع، خلاص حطوا له مكان مهيئ بها المكيفات والمياه والراحه. نعم. لمده 7 شهور. 7 شهور. نعم، يبدل الريش. نعم. واذا خلص الريش بدا الوسم بدوا يطلعون الناس صقورهم من التدريب. لان الصقر اول ما تطلع قاعد 7 شهور مثل السجين. لازم يتدرب. يتدرب لمده شهر. حتى كل عضلاته تشتد والجناح يشتد عنده والطيار يزين وكل شيء تغير، حتى طبع الطير تغير. طيب الطريقة السليمة أبو فهد لتعليم الطير عشان ياخذ عليك وذا، وش الطريقة السليمة؟ والله الطريقة أي شيء يبغاه ياخذ عليك، التجويع الصقر ولا تجويع أي شيء حيوان تبي تربيه لازم تجوعه لأجل يرغب منك الأكل اللي أعطيته. ويبدأ بالولف تدريجيا لا ما يتعود عليك. طيب مكانه، هل مثل مكانه له اشياء خاصه فيه؟ يعني مثل يكون في مكان واسع، يكون نظيف، يكون كذا؟ ايام المقيض. إيه. ايام القيض يكون مكان اوسع، يكون فيه مياه يشرب الصقر، مكيفات. لازم مكيفات الصيد؟ لازم مكيفات. إيه. لكن الصقر محجور، ما مثل انه كان مطلوب وحش. نعم. لأنه صار وحش في البر. نعم. يدخل في جبال، يدخل في أشجار. نعم. يعرف مكانه. نعم. المهيئ له، لكن لو صار محجوز عند إنسان لازم يعيله مكيفات ومياه وأكل وعلاجات. حتى العلاجات لازم يتابع الصقر وحاله. لكن الغذاء حقه لازم يكون طازج يعني؟ لا مو لازم يكون طازج، يعني اكثر اغلب الرابط. نعم. يشترون الفرجي. نعم. المجمد يطلعونه قبل فتره العشاء بساعتين حتى يذوب للتجمد، وقليلين لا يصير طبيعي يعرف الصقور. انا سمعت انه يقول لازم يكون الاكل مثل طازج عشان يتعلم على الصيد. هذا خاص بالقيض. نعم. خاص بالقيض في كل حمام، كل دجاج. ولما يتدرب على الصيد يطلعون بالقنص، يوفقون حباره نفس الحباره هذه ويهدون عليها الصقر حسب رغبه الصقر. في صقر ما يرغبها، يخاف منها، لازم تدريب. في صقر لا يجزم عليها ويقتلها. لكن احنا التدريب حق مفاد اكثر اشوف انا على الحمام والحمام والحمام. هذا تدريبه لتطليق الجناح. نعم. لما يتطلق الجناح يصير عنده قوه ويثق صاحبه بالصقر. نعم. يقدر يهد على الحبال، يقدر يهد على اي شيء. وبالنسبه للاسم لازم تطلق له اسم يعني؟ تحط له اسم خاص حسب رغبتك انت. نعم. انت يا الشخص تسمي الصقر على اسم اللي تبغاه. انت يا نعم. لكن مثل اسعار الصقور يعني الجيد من الممتاز كم يصرف؟ تختلف الوحوش، يختلف 500,000 400 600 الى مليون. ما شاء الله يعني. الى 30,000 40,000 هذه يعني في صقور بيتية مع أهلها أصحابها. لما تصيد يصل قيمته 70,000 80,000 إلى 100,000 إذا صار طيب. أنا أشوف الحين بعض الصقور يعني أسعاره برضو يستخدمونها للصيد يعني، وهي أسعاره قليلة يعني. نعم 5,000 4,000 6,000 هذا ما صاد ولا يدري عن صاد. هذا الصقر شلون طريقة تركيب الشبكة على الحمامة؟ تركيبة عادية، الشبكة تكون لها قياس، لها حبول حجر، تركيبة جناح، تمد على رجولها وتربطها. وتكون لها فوق الحلق حقاتها كلها 10 عيون، 7 عيون، 8 عيون، 9 عيون. لازم تفتح.
وتشد بعليهم وتطلق حمام للصقر. الشبكة هذه تباع مجاهزة يعني؟ كل محل نعم جاهز يعني. نعم جاهز. نعم. وبالنسبة طال عمرك مثل حجم الصقر صغر هل مثل تأثير على الصيد؟ لا لا ما له تأثير. حجم الصقر الوافي مرة الوافي يصل قريب بعد 18 نعم 18 17.5 17 16 16.5 هذه أطيب الحرارة بالنسبة. والمناطق اللي انت مثل ترى انك انت مثل الواحد يتعب عليها ويلقى بها الصيد وش المناطق اللي؟ والله المناطق الشمال هذا اي نعم الصمان. الصمان اي هذه كلها تبع المقاديس لا ما فيها حلال كثير ولا فيها سكان كثيره ومواقع الحباري وهجرتها الكراويل يستعب المواقع هذه. هل مثل يحصل على الصقر انه مثل يعني يهرب او يشرد يعني مثل هل يحصل الشيء ذا؟ ما يهرب ها؟ لا ما يهرب بس ممكن يضيع هو الصيد يعني الحبارة ولا الكروان يمكن يضيع الطريق يوافق عجاج ولا يوافق صاحبه بنشر والصقر ما صاد يروح يطرد يمكن يضيع تكون الريشه اللي مركبه فيه قضى حجاره ولا عطرت عن اشتغال قبل الفيش قبل ركبنا نعم تبطل الريشه يضيع اكيد لكن انا اشوف بعض الناس يقولون بعض الصقور تنطلق على مثل حركه جردي حركه مسافات بعيده يروح لمها على انه حباره صحيح الكلام ذا؟ لا لا مو على انه حباره اي نعم الصقر يحدد الصيده اي نعم الجردي بجربوع بالحباره بالحمام ويحددها بنفسه لكنه ينطلق على الاشياء ذي ينطلق مسافته 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو حسب الارض وبساطه حسب اتضاحها عشي الصقر الصقر اللي عنده بدا الشوف لا ولا تنسى ابو عاد يمكن الصيد طال عمرك بسكور يبي سواق يعني يبي واحد يكون سواق يعني السواقه قديمه ابو الحين طلعت الجهاز يحط درب الطير ريشه وتتبع صاحب الصقر نفس الجهاز يوجه 10 كيلو 15 كيلو لما يصل هذه صح لكن قبل كان يبي سواق قبل كان يطردون وكان يبشرون يتعطرون بعض مرات يضيعون الصقر ويا صيد نعم اذا ما كان سواق ما اذا ما كان سواق ضاع الصقر نعم صحيح الله يعطيك العافيه ابو فهد الحقيقه سعدنا الحقيقه بوجودك وبمعلوماتك الطيبه نقول الله نشكرك عليها الحقيقه وان شاء الله تكون مفيده ان شاء الله للمتابعين يعطيك العافيه ابو فهد هذا من ضمن فعاليات وزاد العجيلات العوائل السوق الشعبي في مزاد عقيلات كل هذا السوق ما شاء الله تبارك الله جميع انواع البضائع موجوده هنا متحف عقيلات اللي سمي المزاد عليه يستاهلون اهل عقيلات على مجهوداتهم الكبيره اللي كانوا الحقيقه لهم دور كبير في التجاره في بلادنا الله يرحم الميت منهم ويطول بعمره الحي منهم مسجد ما شاء الله المزاد جزاهم الله خير مسجد رائع جدا واسع يتحمل كثير من المصلين يشكرون على هذا الجمال في بيت الله اللهم
صلي على محمد. رياض كبيرة داخل مزاد العقيلات وجمهور كبير رفيق يحضر هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.